مهنة المحاسبة مثل مهنة الطب مثل مهنة الهندسة، كل مهنة من المهن الثلاثة لها أسس لتقديم الخدمة. بمعنى إذا كنت أمتلك قطعة أرض وأرغب في بناء فيلا أو عمارة، فبذهب لمهندس بقول له صمم لي المكان سواء الفيلا أو العمارة. فلما بيصمم المكان هو بيصممه بناء على أسس وقواعد محددة. بمعنى مثلا عدد الأعمدة، عدد الطوابق، بيها أثر في طريقة تصميم المبنى، أو طريقة تصميم المبنى هتأثر في عدد الطوابق، عدد الأعمدة إلى خلافه. مهنة الطب نفس الشيء، عشان طبيب معين يجري عملية هو بينفذ العملية الجراحية بناء على قواعد أو أسس معينة. إحنا في المحاسبة نفس الشيء، عشان المحاسب يعد القوائم المالية لأي شركة هناك مجموعة من الأسس أو القواعد أو المبادئ التي يستند إليها في إعداد القوائم المالية. الأسس أو المبادئ كتيرة عندنا في المحاسبة، ولكن أنا اخترت منهم مبدأين أو قاعدتين أو مفهومين لإعداد القوائم المالية. واحنا بنعد القوائم المالية في مبدأ عندنا اسمه مبدأ الاستمرارية. ومبدأ آخر اسمه مبدأ المقابلة. محور محاضرة اليوم النص الأول بيتحدث عن المبدأين دول، وبعدين لما نخلصهم ننتقل لحاجة تانية. قبل ما نبدأ وعشان نوصل المفهوم لهم، أنا عاوز أسأل سؤال وعاوز حد من حضراتكم يجاوب، ولو الإجابة لا يمكن يقول لي لا يمكن. إذا أنا قلت لحضرتك شركة الاتصالات السعودية هتستمر لمدة كام سنة؟ لا يمكن تحديدها، صح؟ كلنا متفقين على كده، صح شباب؟ طيب، حد يجاوبنا على السؤال الثاني؟ حد يجاوبنا على السؤال الثاني، لما أجي أقول لك أنا حجزت طيران لجدة عشان أأدي عمره، طيران كلفني 600 ريال، وحجز مثلا الفندق والانتقالات الأخرى 700 ريال، يبقى الرحلة أنا صرفت فيها قد إيه؟
1300. انا حسبت ال 1300، حسبت ال 1300 امتى؟ بمجرد ان انا انهيت الشغلانه، يعني بمجرد ان انهيت العمره. اي شركه في الحياه العمليه عشان نحسب صافي ربحها او صافي الخساره بتاعتها، المفروض ننتظر لنهاية حياة الشركة. ولكن نهاية حياة أي شركة غير معروفة، فبنقول عليها في المحاسبة إن حياة الشركة إلى ما لا نهاية. يعني إيه إلى ما لا نهاية؟ يعني المفترض إن الشركة هتستمر في ممارسة نشاطها إلى ما لا نهاية، إلا إذا شركة تعرضت لمخاسر كبيرة جدا، خسارة كبيرة جدا، واضطرت إن هي تعلن إفلاسها. ده استثناء، إنما القاعدة العامة إن أي شركة لما بتتأسس أو بتتكون، الشركة دي مستمرة في ممارسة نشاطها إلى ما لا نهاية. ولكن في نفس الوقت أصحاب الشركة كل فترة زمنية يرغبوا في التعرف على صافي الربح. ليه؟ عشان نقسمه على شركة، يعني 4 أو 5 شركة مع بعض في شركة، مش هيستمروا لا النهاية لحد ما يعرفوا الربح كام عشان نقسمه. فاتفقنا في المحاسبة إن أنا وأنا بعد القائمة المالية عندي مفهوم بنعد على أساس القوائم المالية اسمه مفهوم الفترة المحاسبية. إيه بقى مفهوم الفترة المحاسبية؟ إنك بتقسم حياة الشركة الغير معلومة إلى فترات زمنية، كل فترة زمنية عمرها قد الأخرى. يعني هتقول مثلا الفترة الزمنية سنة، يبقى 12 شهر، يبقى الفترة الأولى 12 شهر، الفترة الثانية 12 شهر، الفترة الثالثة 12 شهر. قد تكون الفترة المحاسبية ربع سنة، يعني 3 شهور، فبتقول الفترة الأولى الربع الأول، الفترة الثانية الربع الثاني، الفترة الثالثة الربع الثالث. وقد تكون الفترة المحاسبية نصف سنوية، يعني لمدة 6 شهور، فبتقول مثلا من 1/1/2015 إلى 30/6/2015، دي الفترة الأولى، وبعدين الفترة الثانية من 1/7 لنهاية 2015، يبقى دي الفترة الثانية. ليه إحنا عاوزين نقسم حياة الشركة لفترات محاسبية؟ عشان في نهاية كل فترة نعد القوائم المالية للشركة عشان الأطراف المهتمة بيها زي الملاك تتخذ القرارات المتعلقة بها، زي قرار توزيع الأرباح على الشركاء. شركة حققت مثلا في الفترة المحاسبية الأولى 100,000 ريال مكسب، وإحنا 4 شركاء، نوزع 100,000 ريال على الأربعة. بمعنى تاني ان احنا قسمنا حياة الشركة الى فترات زمنية متساوية، كل فترة لها بداية ولها نهاية. في نهاية الفترة بيتم اعداد القوائم المالية لكل شركة.
السؤال بقى الثاني، طب الفترة دي طولها قد إيه؟ يعني هل هي 3 أشهر؟ هل هي 6 شهور؟ هل هي سنة؟ السؤال ده بينظمه حاجتين. نظام الشركات السعودي إن لازم كل شركة تعد قوائم مالية سنوية، يبقى ده نظام. طب شركة عاوزة تعد كل ربع سنة، تعد كل ربع سنة، بس لازم تعد كمان سنوي. واحنا شغالين في المحاضرات واحنا في الاختبار ان شاء الله هنفترض دايما الفترة المحاسبية سنة كاملة. هنفترض الفترة المحاسبية سنة كاملة. يبقى انا لو جيت قلت لك في الاختبار مفهوم الفترة المحاسبية هو او تقسيم حياة الشركة الى فترات زمنية متساوية يقصد به في المحاسبة، وأعطيك مجموعة من الاختيارات تقول لي يقصد به الفترة المحاسبية. هعيد تاني كمان مرة، الفترة المحاسبية بنقسم حياة الشركة الغير معلومة، ما نعرفش هما كام سنة، بنقسم حياة الشركة الغير معلومة إلى فترات زمنية متساوية، كل فترة لها بداية ولها نهاية. فلو أنا افترضت الفترة المحاسبية سنة، يبقى البداية 1/1 مثلا 2016 والنهاية 31/12/2016. ده أول مفهوم. واحنا بنعد قائمة مالية لازم نعد قائمة مالية في نهاية كل فترة محاسبية. فاحنا هنفترض في المحاضرات وفي الاختبار ان الفترة المحاسبية لأي شركة هتكون سنة، انها في الحياة العملية قد تكون سنة، قد تكون ربع سنة، قد تكون نصف سنة. خلاص؟ طيب. طبعا الافتراض ده للتبسيط. الافتراض ده للتبسيط. انا هقول عبارة. تمام؟ وبعدين تقولوا لي اللي انا بتكلمه ده صح ام خطا. لو قلت لك شركه بتشتغل في مجال التدريب، اتعاب التدريب خلال عام 2015 100,000 ريال واجمالي مصروفات الشركه عام 2014 80,000 ريال. إذن أرباح الشركة عام 2015 تساوي 20,000 ريال. هل العبارة اللي كتبتها دي أو نطقتها صح أم خطأ؟ طب خطأ ليه؟ لا انت ما تقولش، انت ملهم، انت ما تقولش، انت عارف انت صح ولا غلط، اركن جانبا انت. كل اجاباتك خطأ ما عدا ملهم، كل اجاباتك خطأ. ايوه كده، الله يفتح عليك، ما انا عارف انك هتقول، عشان كده قلت لك ما تقولش انت. الله يفتح عليك يا احمد الاحمدين، الله يفتح عليك. انا هنا العبارات مش متفقه مع بعضيها. يعني لما اجي اقول لك ايه اتعاب 2015 100,000 ريال وانا ابغي احسب صافي ربح الشركه عن عام 2015، تقول لي عرفني مصروفاتها سنه 2015 كانت كام؟ فلو قلت لك مثلا مصروفاتها في 2015 كانت 70,000 ريال، شوف بقى هنطقها المره دي ازاي؟ هقول اطرح اسعار 2015 ناقص مصروفات 2015 يعطيني ربح سنه 2015 مقداره
30,000 ريال. كده العبارة مختصرة، بس لما أقراها من الآخر للأول أقول عشان أعرف ربحي سنة 2015 كام، يعني أنا في نهاية 2015 وأنا بعد القائمة المالية عاوز أعرف ربحي في نهاية 2015 كام، يبقى لازم أطرح أسعاري في نهاية 2015 ناقص مصروفاتي في نهاية 2015. حد عنده مشكلة في الكلام اللي بقوله؟ طب مفهوم ولا مش مفهوم؟ لا مش مفهوم، ولا مفيش مشكلة؟ لا مفهوم صح. اللي انا بقى قلته ده بنسميه في المحاسبة مبدأ المقابلة، مبدأ المقابلة. يبقى انا لو جيت لك في الاختبار قلت لك مبدأ المقابلة هو ايه؟ مبدأ المقابلة هو ايه؟ مش انا على الاقل حاسبه بقول الايرادات ناقص المصروفات، فمبدا المقابله بنعرفه بنقول هو مصروفات يجب مقابلتها، اللي انتوا بتقولوا صح بالعاميه بس انا بقول لك المعنى العلمي بتاعه، مصروفات يجب مقابلتها في نهاية الفترة المحاسبية بإيرادات نفس الفترة، مصروفات يجب مقابلتها. شوف بقى أنا مذاكر، أشيل كلمة يجب مقابلتها وأقول يجب طرحها، هنطقها تاني أهو بقى، مصروفات يجب طرحها في نهاية الفترة المحاسبية من إيرادات نفس الفترة، اللي هو نفس المثال اللي كنت بقوله، أتعاب 2015 100,000 ريال، مصروفات 2015 70,000 ريال، يبقى أنا هطرح المصروفات من أتعاب السنة، فهقول 100,000 ريال ناقص 70 هيعطيني 30,000 ريال، ده عبارة عن صافي ربح السنة. يبقى لو جيت لك في الاختبار قلت لك هو نقط المصروفات يجب مقابلتها في نهاية الفترة المحاسبية بإيرادات نفس الفترة، تقول لي مكان النقط نضع كلمة مبدأ المقابلة أو الاسم البديل بتاعه وأنا ما أحبش أستخدمه اللي هو كلمة المضاهات. لو بتولد في الاختبار إن شاء الله وده أكيد هتلاقيني بقول مبدأ المقابلة أو مبدأ المقابلة، خلاص؟ يبقى أنا عندي مفهومين أساسيين لازم اكون عارفهم وانا بعد القوائم الماليه في نهايه السنه. اول مفهوم، متى يتم اعداد القوائم الماليه؟ في نهايه كل فتره محاسبيه. طب وما هي الفتره المحاسبيه؟ هي تقسيم حياه الشركه الغير معلوم الى فترات زمنيه متساويه، قد تكون سنه، قد تكون 6 شهور، قد تكون ربع سنة. طب مبدأ المقابلة، مبدأ المقابلة ده الأغراض، حساب صافي الربح في نهاية الفترة المحاسبية أو المالية للشركة. طب مبدأ المقابلة ده معناه إيه؟ إن أنا لما شوف أنا هطلعهم زي المرة دي بقى، أقابل يعني أطرح الإيرادات من المصروفات، لازم تكون إيرادات ومصروفات نفس السنة، يعني أطرح إيرادات أو أتعاب 2016 ناقص مصروفات 2016 يعطيني صافي ربح 2016، أطرح أتعاب 2015 ناقص إجمالي مصروفات 2015 يعطيني صافي ربح 2015. دونت أهم مبدئين أو أسس بنعد على أساسهم القائمة المالية.
ولكن المبدأين دولت للأمانة عملوا لنا مشكلة في المحاسبة. عملوا لنا مشكلة ليه؟ ممكن حد يجاوبني على السؤال اللي أنا هقوله؟ في 1/10/2015، في 1/10/2015 شركة دفعت 6000 ريال إيجار مقدم لمدة 6 شهور، يبقى 6 شهور هيبدأوا من 1/10/2015. الشركة هتعد قائمة الدخل بتاعتها في نهاية 2015. السؤال بقى، هل كل ال60,000 ريال أو ال6,000 ريال، هل كل الإيجار المقدم اللي هم 60,000 ريال خاصين بسنة 2015 فقط؟ ثلاث أشهر بس، صح؟ فلازم نيجي في نهاية الفترة المحاسبية، الله يفتح عليكم، 3 شهور فقط، فلازم نيجي في نهاية الفترة المحاسبية ونقسم المبلغ ده جزئين، الجزء الأول عليه مصروف الإيجار اللي خاص بالسنة المنتهية اللي هما 30,000 ريال أو 3,000 ريال، ده اللي خاص بالسنة المنتهية بالمحاضرة بتاعت أمس. والجزء الثاني أسميه الإيجار المقدم اللي هما 30,000 ريال التانيين اللي هو مدفوع مقدم، الله يفتح عليكي، لسنة 2016، بحيث وانا بعد القوائم الماليه انقل مصروف الايجار في قائمه الدخل زي اي مصروف. طب والايجار المقدم ال 30,000 انقلهم في الميزانيه كاحد الاصول، الله يرفع عليك يا ملك. الفصل ده او التجزئه، ان احنا جزأنا ال 60,000 ريال جزء يخص العام الماضي وجزء مدفوع مقدم للعام القادم، سميناها في المحاسبة التسويات الجردية، هي للأسف ترجموها كده بالعربي التسويات الجردية، إنما هي في كتب الإنجليزي يقول لك أدجاست، بنعدل. وإحنا فعلا بنعدل ال60,000 كلهم بما هم مقدم، لا عدلناهم، خلينا جزء منهم مصروف إيجار والجزء الثاني مقدم، تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي حاجه اسمها التسويات الايه؟ الجرديه. طيب لو انا قلت لك دفعنا تأمين في 1/11/2015 لمدة 6 شهور، يبقى هل التأمين كله خاص ب 2015؟ أنا مش عاوزك تحسب، ما تحسبش حاجة، ربع السؤال بس، هل التأمين كله خاص ب 2015 ولا في جزء خاص ب 2015 وجزء خاص ب 2016؟ الجزء الخاص بال 2015 نقول عليه مصروف التأمين، والجزء المدفوع مقدم لسنة 2016 الله يفتح عليك يا سارة نقول عليه تأمين مقدم. إذا الدورة المحاسبية طالت، يعني وسعت، يعني فيها خطوات تانية المفروض نعرفها. فاللي احنا قلناه في المحاضرات السابقة إيه؟ قلنا الدورة المحاسبية بتبدأ إن في عملية أو حدث زي بيع بضاعة، بنعد بيها مستند، ده كله في المحاضرات السابقة، زي فاتورة البيع. المحاسب بياخد فاتورة البيع ويسجلها في دفتر اسمه دفتر اليومية العامة في صورة طرفين أحدهما مدين والآخر دائم، ويرحل المعلومات اللي موجودة في دفتر اليومية العامة
لدفتر الأستاذ العام، ومن واقع الأستاذ العام بيعد جدول اسمه ميزان المراجعة. دي المحاضرات السابقة. اللي احنا عايزين بقى نقوله اليوم الخطوة الرابعة، بيجي في نهاية الفترة المحاسبية ويعد تسويات جردية، بيفصل المبالغ اللي يخص السنة السابقة وإيه من المبالغ يخص السنة القادمة. عملية الفصل دي بقيد يومية، فبنقول عليها قيود التسويات. وبعد ما يسجل قيود التسويات في دفتر اليومية العامة ويرحلهم دفتر الأستاذ، بيعد ميزان المراجعة تاني. الله يكون في عون المحاسبين. وبعد ما بيعد ميزان المراجعة بعد التسوية بيعد القوائم المالية. ده شكل الدورة المحاسبية، مش عاوزك تحفظه، مش هسألك فيه. بجيب من الآخر خلاص؟ إنما أنا عاوز آخد بعض الأمثلة نسجلها إزاي لما نسددها. أنا مش عاوز عشان بس إيه ما تبصوش للورق بتاعي بتاع الفصول الدراسية السابقة. اللهم بالنقد فاللهم فاشل. ما تبصش لورقة الفصول الدراسية السابقة. أنا معدل المحاضرات ابتداء من المحاضرة التامة. اللهم بلغت فاللهم فاشهد. أنا مش عاوزك تعرف قوة تسويات. أما أنا عاوزك تعرف إيه؟ اللي هسألك فيه في الاختبار. هو أنا لما هدفع إيجار مقدم لمدة 6 شهور، مين المدين ومين الداين؟ لما يبقى عليا إيجار مؤخر ما اتدفعش، طب أسجله إزاي؟ الاتعاب نفس الشيء. طب انا قبضت اتعاب مقدمه، ده اللي قلناه في المحاضره السابقه، طب اسجله ازاي مدين ودين؟ طب انا اديت الشغلانه الدبور وما اخدتش فلوسي زي ما انا بشرح دلوقتي معاك واخلص الشرح، ومش هاخد فلوسي في الحال، ده انا هاخد فلوسي في المستقبل بعد شهر او 2 او 3، طب اسجلها ازاي؟ بالاضافه الى حاجه اسمها في المحاسبه الاهلاك. يبقى هما 5 حاجات. عاوزين نعرف نسجل المصروف المقدم ازاي، والمصروف المستحق اللي لسه ما اتدفعش، والايجار والايراد المقدم، يعني انا اخدت الفلوس وهأدي الخدمه في المستقبل، والايراد المستحق يعني عملت الشغلانه للزبون وهقبض منه في المستقبل، والاهلاك. هما 5 حاجات دول. هناخد بس منهم 2 الان، يعني في المحاضرة الحالية هناخد 2. فمثلا ممكن اجيب لك في الاختبار اقول لك ايه؟ طبعا كلمة الايجار المقدم انا قايلها في المحاضرة السابقة، فانا مش هنشغل نفسنا بيها دلوقتي خلاص. احنا عاوزين نشغل نفسنا هو السؤال يجي ازاي؟ وايه المطلوب مني في الاختبار وانا بجاوب؟ فممكن اقول لك مثلا قامت شركة الهدى للتدريب والاستشارات في 31/12/2015، يعني في نهاية الفترة المالية بتاعتها. ما احنا اتفقنا هيبقى الفترة المحاسبية بالنسبة لنا سنة، اللي هي السنة الميلادية، بسداد 3000 ريال نقدا كإيجار مبنى للبيع لمدة 3 شهور، يعني لمدة 1/2016، شهر 2/2016، وشهر 3/2016. اقول يبقى الايجار ده ايجار مقدم. يبقى انا بقى عرفت منين ان هو مقدم من غير ما اقول لك في الاختبار؟ ايه من صيغه السؤال، من صيغه، الله يفتح عليك، من صيغه السؤال اللي هو التواريخ. فانا بقول لك هنا ان السنه الماليه للشركه بتنتهي في 31/12/2015، وبقول لك في اليوم ده دفعنا 3 شهور ايجار، يبقى ايجار 1/2016، ايجار 2/2016، ايجار 3/2016، اقول يبقى ده ايجار مقدم. يبقى ده ايجار مقدم. ما هو السؤال ما هو موجود في الورق معاك. يبقى الايجار ايجار مقدم.
اسجله ازاي؟ احنا متفقين من المحاضره السابقه، حد يذكرني اللي بنسى، الايجار المقدم اصل ولا التزام؟ الله يفتح عليكم، اصل. واحنا متفقين من المحاضره اللي قبليها ان كله اصل، مدين ولا دين؟ مدين، صح. يبقى انت لما تيجي تسجل الايجار المقدم تقول الايجار المقدم اصل ومدين، يبقى ده الطرف الاولاني في القيد. وعشان المقضيه اصل ومقسط يبقى المقضيه هي الطرف الدائن، وتروح مسجل ال 3000 مره مدين ومره دائن. خلاص شباب؟ طيب لو انا جبت الاختبار بدل ايجار المقدم قلت لك التأمين المقدم، هو نفس الشيء، ده اللي بنعمله في الاختبارات. يعني انا بشرح لك، بطبق لك على ايجار، هاجي في الاختبار هقول لك قوام الشركه للهدى لتدريب الاستشارات مثلا في 31/12/2015 بسداد 3000 ريال مقدم كتأمين لمده 6 شهور، بدل ما انت بس بتقول عليه ايجار قول عليه تأمين مقدم، انما القيد هو هو. مع مراعاه مش لازم ندفع في نهايه السنه. يعني لو نفس المثال اللي امامك، تأمين مقدم مدين والنقديه ده، لو نفس المثال اللي امامك انا بحب اجيبه في الاختبار تاني، اخلي مثلا ان احنا دفعنا في 1/11/2015 ايجار 3 شهور، يبقى ده ايجار مقدم لان في جزء منه هيخص السنه القادمه اللي هي سنه 2016، برضه اقول عليه ايجار مقدم مدين وحساب النقديه داخل. للمره الثانيه يا شباب انا بعلمك ازاي تسدد الايجار المقدم وازاي تسجله. انا ما بشرحش كود تسويات جرديه عشان ما يحصلكش لبس من الاوراق القديمه اللي في ايديكم. انا ما بشرحش تسويات جرديه. ايه يا بشر؟ انا بقول ايجار لمده 6 شهور في راس التمرين. طب اعرفه ان ايجار 6 شهور او 4 اشهر منين؟ في راس التمرين اكيد. انا ما بشرحش كود تسويات جرديه. انا بعلمك ازاي تسجل الايجار المقدم او اي شيء مقدم انت بتدفعه. ايجار مقدم، تامين مقدم. يبقى بقى لو جيت لك قلت لك ايه؟ حملة إعلانية. حملة إعلانية يعني الشركة اتفقت مع جريدة إن هي تعمل لها إعلان كل يوم جمعة لمدة سنة. أنا مش هتكلم على تواريخ، وسددهم 20,000 ريال. مين بقى الطرفين؟ كل يوم جمعة تنزلوا لنا إعلان في الجريدة. الله يفتح عليك يا ملك. طالما بقول لك كل يوم جمعة يكون في إعلان في الجريدة، يبقى معناها إن أنا بكلمك على المستقبل. صح. يبقى من غير ما أقول لك تواريخ، أنت لازم تفهم إن الحملة الإعلانية بتبقى لمدة مستقبلية. لمدة سنة، لمدة سنتين، لمدة 3، فلازم تسميها إعلان مقدم. أوعى تسميها مصروف الإعلان. لازم تسميها إعلان مقدم. تمام؟ مصروف الإعلان إحنا قايلين من المحاضرة السابقة أو الإعلانات المقدمة يا عبد الله. مصروف الإعلان إحنا متفقين من المحاضرة السابقة ده ينطلق على الفترة الزمنية السابقة. يعني لما اجي اقول لك ايه؟ سددت اعلان الشهر السابق في الاختبار ب 1000 ريال. كده تقول بقى مصروف الاعلان مدين. الله يفتح عليك. كده اقول مصروف اعلان مدين، لان بقول لك الاعلان انتهى في الشهر السابق. يخص الشهر السابق. انما لما نقول حملة اعلانية فبقول لك حمل اعلان لمده سنه، لمده 3 سنوات، فلازم نقول اعلان مقدم مدين والمقضيه دائم.
طيب قبل ما نقول القادمة، هو الموظفين زي حالاتنا كده يعني بيقبضوا مؤخر ولا مقدم؟ عايز حد يجاوب على السؤال ده عشان اعرف اتكلم. لا انا بيقبضوا مؤخر، اشتغل الشهر وبعدين اخد راتبي، صح؟ اشتغل الشهر وبعدين اخد راتبي، تمام. طب لو انا قلت لك في 31/12 2015، يعني في نهاية السنة اهي، السنة خلصت، وفي رواتب الموظفين لم تسدد بعد، لم تسدد بعد، ما اتدفعتش، رواتب الموظفين لم تسدد بعد، يبقى دين على الشركة ولا لأ؟ الله يرضى عليك، رواتب مستحقة، بس مش مدين يا عبير. رواتب مستحقة. ما اللي استعجل في الكتاب بس سبقني بخطوة. أنت اظني بس جاوب سؤال. يبقى ال 20,000 ريال دين على الشركة. يبقى التزام. ما تستعجلش بس واحدة واحدة، واحدة واحدة عليا. واحدة واحدة، محدش يكسب. يبقى ال 20,000 ريال دين على الشركة. زيهم زي القرض. بس ما ينفعش اقول عليهم قرض لان مش واخدهم من بنك، زيهم زي الموردين بس ما اقدرش عليهم اقول عليهم موردين لانهم مش تمن بضاعه، فلازم نسميهم فنقول عليهم رواتب مستحقه، واوعى تكتب جنبيها كلمه مصروف. ليه؟ الرواتب المستحقه هتبقى التزام دين على الشركة، واحنا قايلين في المحاضرات اللي قبل السابقة ان اي التزام دايم يشبه الموردين، بس لازم اقول عليه رواتب مستحقة، ما اقدرش اقول عليه مصروف رواتب ولا مصروف مستحق، لازم اقول عليه رواتب مستحقة، ما يبقاش في العبارة كلمة مصروف خالص، يعني ممكن اقول الرواتب المستحقة انما ما فيهاش كلمة مصروف. يبقى الرواتب المستحقة هنا هتبقى التزام. وانا عارف ان اي التزام دايم، صح؟ كنت فين على كده؟ قولوا لنا بقى اه ولا لا. لازم نسمي لون الالتزام المستحق، لازم نسمي نوع الالتزام المستحق. خلاص، فهنسميها رواتب مستحقه وهتبقى هي الطرف الدايم. تعالى بقى نشوف المثال بيجي ازاي. بيقول لي اقول لك مثلا في الاختبار في 31/12/2015 رواتب مستحقه ب 3000 ريال. كلمة مستحقة معناها لم تسدد بعد. فالمطلوب في السؤال هيبقى القيد، وأنا عارف إن أي قيد له طرفين، واحد مدين واحد دايم، صح؟ الرواتب المستحقة هتبقى هي الطرف الدائم. طب الطرف المدين ما أقدرش أقول عليه المقضية. ليه ما أقدرش أقول عليه المقضية؟ لأني ما دفعتش. أمال بنقول عليه إيه؟ بنقول عليه مصروف رواتب مستحقة. لا معلش، بنقول عليه مصروف رواتب ويبقى مدين، لأن عارف إن أي مصروف بيبقى مدين. يبقى القيد لو أنا بعمله أقول إيه بقى؟ 3000 ريال مصروف رواتب، ده مدين. طب الطرف الداين هقول عليه رواتب مستحقة ب 3000 ريال، بحيث ان مصروف الرواتب هيذهب لقائمة الدفع لان ده مصروف خاص بالسنة الماضية اللي هي 2015. طب الرواتب المستحقة هيذهب لجانب الالتزامات في الميزانية.
دي طريقة تسجيل المصروف المقدم والمستحق. آخر شيء ونخلص المحاضرة السابقة، قلنا عندنا شيء اسمه الأتعاب المقدمة. معناها إيه؟ حد ذكرني. حصلت فلوسي والخدمة تنفذ في المستقبل، صح؟ لا، مش عاوز اقول الهزام، ولا انا بقول معناها الاتعاب المقدمه. معناها ايه؟ حصلت فلوسي والخدمه تنفذ في المستقبل، زي المحامي، زي المهندس، ممكن زي الطبيب الى خلافه، زي الكروب بتاع الجوالات، شحن جوالات، انا بدفع مقدم. واحنا متفقين المحاضره السابقه ان اي اتعاب مقدمه هتكون التزام، واحنا متفقين ان اي التزام بطبيعته دائم. يبقى لما يجي في الاختبار واقول لك قامت شركه الهدى للتدريب والاستشارات بتحصيل مبلغ 6000 ريال نقدا مقابل تنفيذ برنامج تعليمي من خلال الانترنت لمده شهر، هي قبضت المبلغ يوم 31/12/2015، قبضت في ايديها 6000 ريال، اقول يبقى النقديه زادت والنقديه اصل، يبقى النقديه مدين. طيب قبضت 6000 ريال يوم 31/12/2015 ليه؟ عشان تنفذ برنامج تعليمي من خلال الانترنت لمده شهر اللي هو في 2016. يبقى دي اتعاب مقدمه، يبقى الطرف الدائم لازم اسميه اتعاب مقدمه، لو سميته اتعاب بس يبقى خطا، لو سميته اتعاب بس يبقى خطا. خلوا بالكم يا شباب، احنا بنتكلم في اجزاء مهمه في الاختبار من المحاضرة السابقة. يعني احنا اتفقنا من المحاضرة الخامسة لل 11 ان شاء الله، دي اشياء مهمة جدا بالنسبة في الاختبار. اخري اخري في الاختبار بغير التواريخ، بغير الارقام، بغير المسمى، زي الايجار اسميه تامين، اغير التامين اسميه اعلان. بس للأسف أي واحد بيضع اختبار في المبادئ لازم يسأل في الأجزاء دي في المقرر، ويبقى عليها سؤال واثنين وثلاثة. خلاص؟ شيء طبيعي، سواء أنت تخصصك محاسبة أو مش محاسبة، تخصصك محاسبة أو مش محاسبة، إنك بتلاقي عندك لخبطه شويه في البدايه ما بين ايجار مقدم ورواتب مستحقه. هيفضلوا معاك كده فتره، بس طول ما انت ما بينك وبين نفسك احفظ واحده من الاثنين. قول الايجار المقدم ده مصروف انا دافعه للسنوات القادمه، والمستحق عكسه، يعني السنه خلصت وانا عليا الايجار، السنه خلصت وانا عليا الرواتب. تمام يا عم عبد الله، الله يكرمك. ده وانا شغال بقول الاختبار، بسال الاختبار ازاي، تقوم تستنى لحد ما اخلص وبعدين تقول لي هي الاسئله ازاي في الاختبار. ده انا لسه من 5 دقايق قلت السؤال بيجي بالطريقه الفلانيه. ولو انت منتظم في اللقاءات الحيه كنت عرفت ان انا قلت في اللقاء رقم 12 هيبقى فيه اسئله مراجعه مش شبيهه بالاختبار، ولكن بتعرفك انا بسال ازاي في المقرر. خلاص؟ نتقابل بقى المحاضره القادمه ان شاء الله يا شباب. لا لا استنوا بس، استنوا يا سميه، يا سميه ما تحفظهاش كده يا سميه. احنا قلنا المقدم المستحق، لازم اقول مقدم مستحق بتاع ايه؟
يعني تأمين مقدم ده أصل، أتعاب مقدمة امتزاج. أيوة والله يفتح عليك يا هلا، صح اللي أنت كداب. خلاص لما نقول رواتب مستحقة ده التزام، لأنه مصروف عليا هدفعه، إنما لما أقول أتعاب مستحقة ده إيرادها أقبضه في المستقبل، يبقى ده أصل بالنسبة لي. يبقى مش كل كلمة مقدم دايما أصل أو التزام، ولا كلمة مستحق دايما أصل أو التزام، هي متوقفة الأصل أو الالتزام بتاع إيه؟ بتاع مصروف ولا بتاع أتعاب؟ نقابلكم المحاضرة القادمة إن شاء الله.